بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى من شرائع الأنبياء. قال الله جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه. وفي الحديث أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي بقومه فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. واستسقى النبي صلى الله عليه وسلم، استسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات، فالاستسقى ثابت بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، وهو طلب السقيا من الله والدعاء بنزول الغيث والتضرع إلى الله. قال نوح لقومه، قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فجعل الاستغفار سببا لنزول الغيث من الله سبحانه وتعالى. وقال هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا. وقال هود لقومه آمرا لهم أن يستغفروا ربهم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن السماء عليكم مطرا ويزيدكم قوة على قوة. وقال هود لقومه: ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يزيدكم قوة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فجعل الاستغفار سببا لنزول الغيث مدرارا. والله جل وعلا يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فإذا حصل بالناس حاجة إلى الغيث فإنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى لطلب السقيا بالاستغفار والدعاء والصلاة والصدقة، لأنه ما حبس المطر عنهم إلا بسبب ذنوبهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما منع القطر من السماء وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فالغيث بيد الله سبحانه وتعالى،
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وما ننزله إلا بقدر، وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال جل وعلا: وما ننزله إلا بقدر معلوم. فدل هذا على أن عدم نزول المطر إنما هو عقوبة من الله بسبب ذنوب العباد، وليس كما يقول الجغرافيون ومن في ركابهم من الجهلة إن سبب ذلك هو اختلاف المناخات. نعم، اختلاف المناخات واختلاف المناطق، ويرجعون هذا إلى الطبيعة، طبيعة المناخات وطبيعة المناطق. فإن الله جل وعلا قادر على أن يغير على أهل الأرض جميعا، والآن نسمع بالجفاف، هم يسمونه الجفاف، ما يقولون هذا قحوط المطر أو عدم نزول المطر، يسمون الأسماء بغير أسمائها، يسمونه الجفاف. الجفاف في المناخات التي يقولون إنها هي محل نزول الأمطار وهطول الأمطار، تصاب أيضا بالجفاف وانحباس المطر. فدل على أنه لا دخل للمناخات في أصل إنزال المطر، وإن كانت أسبابا جعلها الله أسبابا. نعم، فاختلاف المناخات أسباب، ولكن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يغير فيجعل الأرض القاحلة ممطورة ومغدقة، ويجعل الأرض المخصبة جدبا، ويجعل المناخ الممطر يجعله قحطا. هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب على المسلمين أن يتضرعوا إلى الله عند انحباس الأمطار، لأن الأمطار هي مصدر عيشهم وحياتهم وحياة بهائمهم، وهي مصدر مياه شربهم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن عن السحاب أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني ملحا لا يشرب ولا ينفع، فلولا تشكرون. والله جل وعلا هو الذي يتولى إنزال المطر ويصرفه، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم. أرض ممطرة وأرض غير ممطرة، هذه السنة ممطرة وفي سنة تكون غير ممطرة، فالله ينقل هذا المطر حسب إرادته ومشيئته ورحمته، وليس هو من باب الطبيعة أو المناخ. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يلجؤون إلى الله عند قحوط الأمطار وغور المياه والحاجة إلى السقيا، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى فيغيثهم سبحانه وتعالى. وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات وبصفات متنوعة، تارة يصلي ويدعو بعد الصلاة كما يأتي في صلاة الاستسقاء، وتارة يدعو في خطبة الجمعة لما دخل عليه الأعرابي وشكى قحط الأمطار وانحباس المطر وانقطاع السبل وهلاك الأموال، قال: ادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا. ففي الحال نشأت سحابة وتوسعت وتوسعت ثم رعدت وأمطرت وهم في المسجد، واستمر المطر لمدة أسبوع إلى الجمعة الثانية. ثم دخل ذلك الرجل
فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وقطعت السبل، فادعو الله أن يحبسها عنه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فأقلعت السماء وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. والحالة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم دعا من غير صلاة ومن غير خطبة، دعا بالسقيا دعاء مجردا. هذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا. هذا فيه بيان وقت صلاة الاستسقاء، وأنه إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، يعني انحبس المطر، الأرض ما فيها نبات، والسماء ما منها لا ينزل منها مطر، حينئذ تشرع صلاة الاستسقاء، لأن الغيث بيد الله سبحانه وتعالى، وليس هو من المناخات والطبيعة كما يقوله أهل الجهل والكفر، أو من يقلدهم من هزيمة المسلمين، من ضعفة الإيمان وجهلاء المسلمين. إذا أجدبت الأرض يعني من النبات، والأرض المجدبة هي التي لا نبات فيها، والأرض المخصبة هي الأرض التي فيها النبات. وقحط المطر أو قحط أو قحط يصلح بالثلاثة مثلث، يعني انحبس، معنى قحط المطر يعني انحبس المطر، وانحباسه بإذن الله سبحانه وتعالى. صلوها يعني صلوا صلاة الاستسقاء جماعة، يعني يخرجوا كما يأتي إلى الصحراء يصلوها مثل صلاة العيد كما يأتي، أو فرادى، كل إنسان يصلي ويدعو ربه عز وجل حسب الحاجة. نعم. قد يكون الإنسان في بر وينفد ما معه من الماء، في بر وينفد ما معه من الماء، فيدعو ربه ويستسقي ولو كان منفردا، ويغيثه الله سبحانه وتعالى، أو يكون معه مواشي أو أغنام، أو لا يكون معه ماء، أو ليس حوله ماء، فيدعو الله سبحانه وتعالى ولو كان منفردا، يصلي ويدعو بعد الصلاة. نعم. فليس من شرط صلاة الاستسقاء الجماعة، بل تصح من الأفراد. نعم. الحمد لله. قال: وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. صفة صلاة الاستسقاء في موضعها هي أنها تصلى في الفضاء، في الصحراء، خارج البنيان، كما يصلى العيد، فتصلى في مصلى العيد. وفي أحكامها من كونها ركعتين، وأنه يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام وستا زوائد، ثم يكبر في الركعة الثانية خمسا زوائد، كما يصلي العيد، ويجهر فيها بالقراءة، ويقرأ بسبح والغاشية كما يفعل ذلك في صلاة العيد تماما، لأن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد. وهكذا على المنفرد أيضا لو صلى استسقاء، المنفرد يصلي في أي مكان ويقرأ بالسبح والغاشية. نعم، مثل صلاة العيد، ويكبر في الأولى ستا وفي الثانية خمسة. نعم، ويدعو. نعم. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة. هذا فيه دليل لما ذكرنا أن انحباس الأمطار ليس سببه اختلاف المناخات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وحث على الدعاء والاستغفار وأمر الناس بالخروج،
فينبغي للمسلمين أئمة المساجد وعلماء المسلمين إذا حصل بأهل البلد أو بأهل الإقليم أو ولو غير بلدهم وغير إقليمهم في إخوانهم المسلمين حصل عليهم قحط أو جد فإن العالم أو طالب العلم أو إمام المسجد أو الخطيب في الجمعة يبين لهم حاجتهم إلى الاستسقاء ويأمرهم بالتوبة والاستغفار ليكون ذلك مقدمة لصلاة الاستسقاء حتى يخرجوا وهم متهيئون لها. نعم. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب. يعدهم بعدما يعظهم ويذكرهم يعدهم يوما يخرجون فيه إلى الصلاة ويعظهم ويذكرهم ويبين أن ذلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، لأنه ليس المقصود مجرد صلاة ودعاء من غير حضور قلب ومن غير صلاة شكلية أو خروج شكلي مع إقامتهم على ما هم عليه من الذنوب والمعاصي، ليس هذا هو المقصود. المقصود التوبة إلى الله، صلاة الاستسقاء توبة إلى الله عز وجل، وليس مجرد عادة أو مجرد شكلي، مجرد صلاة شكلية أو خطبة شكلية، لا. نعم. قال: ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. يتنظف في جسمه من الروائح والأوساخ بالاغتسال، ولا يتطيب ولا يتزين بالثياب، لأن الموقف موقف ذل وانكسار وإظهار للضعف، فيخرج بثياب البذلة وثياب عادية ليس فيها زينة، لأنه خرج متواضعا متخشعا متذللا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إنما التزين والتطيب هذا خاص بصلاة الجمعة وصلاة العيد والصلوات الخمس. نعم. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. نعم. ويخرج معه المسلمون من كبار السن لأنهم أرجى في قبول الدعاء، كبار السن أرجى لقبول الدعاء، ولأنهم أضعف من غيرهم، والموقف مقام موقف إظهار الضعف والانكسار. والصبيان لأنهم لا ذنوب لهم، الذين دون البلوغ وفوق التمييز أيضا يخرجون لأنهم لا ذنوب لهم. نعم. ويخرج معه بقية المسلمين، لكن في مقدمة هؤلاء كبار السن والصبيان. نعم. قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم. وكذلك أهل الصلاح، يخرج أهل الصلاح لأنهم أقرب إلى الإجابة والدعاء، لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو الله لهم لأنه مجاب الدعوة، ولما توفي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه أن يدعو الله لهم بالسقيا بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب الخليفة الراشد ثاني الخلفاء أمر العباس لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، لأن عنده مزية القرابة، لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، يعني في حال الحياة، فتسقينا، وإنا نستسقي إليك نتوسل إليك بعمي نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو. كذلك معاوية رضي الله عنه أمر أبا يزيد الجرشي
لأنه من أهل الصلاح وأهل العلم أن يدعو الله للمسلمين بالسقيا، فدل على أنه يحرص على أهل الصلاح والاستقامة في الدعاء لأنهم أقرب إلى الإجابة. نعم. قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. أهل الذمة الذين يدفعون الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء يقال لهم أهل الذمة، الذين لهم عهد وأمان ويدفعون الجزية للمسلمين، هؤلاء هم أهل الذمة ويبقون على دينهم. إذا طلبوا الخروج للاستسقاء فإنهم لا يمنعون، لأنهم بحاجة إلى الغيث، ولأن الله ربهم، هو رب الجميع، وهو يرزق الجميع سبحانه وتعالى، يرزق حتى الكفار، وهم بحاجة إلى الغيث. فإذا أرادوا أن يخرجوا للاستسقاء فإنهم لا يمنعون، ولكن لا يختلطون مع المسلمين، وأيضا لا ينفردون بيوم لئلا يصادف قضاء وقدرا بنزول الغيث فيظن الناس أن هذا بدعاء أهل الذمة، لكن يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون لئلا يحصل الافتتان لو نزل الغيث في يوم أهل الذمة. هذا إزالة للمحذور والفتنة. نعم. قال: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. نعم. ويكثر فيها الاستغفار. يبدأ بالصلاة ركعتين. نعم. هذا هو المشهور، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه يبدأ بالصلاة، لأن حكم صلاة الاستسقاء حكم صلاة العيد، وقد مر بنا أن خطبة العيد بعد الصلاة، فكذلك الاستسقاء لأنها مثلها، صلاة العيد مقدمة على الخطبة بالإجماع، فتكون مثلها صلاة الاستسقاء، تكون الخطبة بعدها، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. فيصلي ركعتين كما يصلي العيد تماما، ثم بعد ذلك يخطب خطبة واحدة تتضمن الاستغفار وتتضمن الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو المقصود من الاستسقاء، يكثر فيها من الاستغفار ويكثر فيها من الدعاء والتضرع إلى الله ويجتهد ويرفع يديه. نعم. قال: يفتتحها ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير مثل خطبة العيد، لكنها واحدة، العيد له خطبتان كما سبق، أما الاستسقاء فليس له إلا خطبة واحدة، لأنه لم يرد أنه يخطب له خطبتين. نعم، يخطب له خطبتان. نعم. كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فيكثر من الاستغفار، لأنه ما منع المطر إلا بسبب الذنوب. نعم. قال: ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع يديه في الدعاء حال الخطبة، حتى في خطبة الجمعة إذا استسقى يرفع يديه، أما خطب الجمعة العادية التي ليس فيها استسقاء فلا يجوز رفع اليدين فيها، وإن دعا لا يرفع يديه، لأن هذا شيء لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع الدعاء في اليدين من خصائص الاستسقاء في خطبة الجمعة أو بعد صلاة الاستسقاء، ويبالغ في رفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فإنه رفع يديه حتى يرى بياض أبطيه عليه الصلاة والسلام، وذلك إظهارا للفقر والحاجة والتضرع إلى الله. نعم. قال: ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. يحرص على الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، بأن يرجع إلى كتب السنة. نعم. ويحفظ هذه الأدعية النبوية في الاستسقاء، وإن كان لا يحفظها يكتبها. نعم. اكتبها في صحيفة ويدعو بها، يحرص على ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب إلى الإجابة والاقتداء. نعم. قال: ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. نعم، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا مجللا، إلى آخر الحديث، يعني الصفات للغيث. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. إذا نزل المطر قبل، يعني عزموا على صلاة الاستسقاء، عزموا على صلاة الاستسقاء وجاء الموعد لكن نزل المطر، فإنهم لا يخرجون ولا يصلون، لأنه حصل المقصود، ولكن عليهم الشكر، أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. نعم. وينادى الصلاة جامعة. الصحيح أن هذا خاص بصلاة الكسوف، أنها ينادى لصلاة الكسوف صلاة جامعة، وأما صلاة الاستسقاء إنه لم يثبت أنه ينادى له. نعم. قال: وليس من شرطها إذن الإمام. كما سبق في الجمعة وفي العيد أنه ليس من شرطها، يعني يتوقف فعلها على إذن الإمام، لأنها تفعل للحاجة، لأنها تفعل للحاجة، فلا يشترط إذن الإمام، ولكن كون الإمام يأمر بها، كون الإمام هو الذي يأمر بها ويحث عليها، هذا أحسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يحصل أمر من الإمام فإنهم يدعون ويصلون صلاة الاستسقاء ويدعون الله عز وجل لحاجتهم إلى ذلك، ولا يتوقف هذا على إذن الإمام. نعم. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر. إذا نزل المطر فإنه يستحب أن يخرج في أوله ليصيبه المطر، يصيب جسمه ويحسر عن رأسه ليصيبه المطر، لأنه ماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، والنبي صلى الله عليه وسلم حسر عن جسمه ليصيبه المطر، وقال إنه حديث عهد بربه عز وجل، فهو ماء مبارك وماء طهور. نعم. وإخراج رحله يصيب ثيابه أيضا، يصيب بدنه ويصيب ثيابه، ويستحب إخراج رحله، يعني شيء من أثاثه، شيء من أثاثه ليصيبه المطر، لأنه ماء مبارك وماء طهور وحديث عهد بربه سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. قال: وإن زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة به، ما لا طاقة لنا به، الآية. نعم. الذي سبق أن الدعاء والصلاة هذا يسمى بالاستسقاء، فإذا كثر المطر وخيف الضرر منه بالغرق أو بتلف الأموال أو بهدم البيوت، فإنه يدعى بحبسه وإقلاعه، وهذا ما يسمى بالاستصحاء. الدعاء الأول يسمى الاستسقاء، وطلب منع المطر هذا يسمى بالاستصحاء، أي طلب الصحو، كما فعل الأعرابي الذي دخل من الجمعة الثانية وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما نجم عن كثرة الأمطار
من انقطاع السبل والأضرار التي نجمت، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يمسكها، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بإمساكها وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. حوالينا يعني قريبا منا خارج البلد، ولا علينا على البلد لما في ذلك من الضرر. اللهم على الضراب والآكام يعني المرتفعات، وبطون الأودية لأن هذه، ومنابت الشجر لأن هذه بحاجة إلى المطر وليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر. نعم. ويأتي بالآية: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا آخر شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان لباب صلاة الاستسقاء من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح الكتاب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر بن حسن الجريسي. حتى نلقاكم نتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.